What's up everyone, welcome back to Mina's Kitchen and Vlogs. مساء الخير عليكم, نتمنى تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم لميناز Kitchen and Vlogs. اليوم رايحة نبارطاجي معكم لا غوسيت نتاع لا جينواز تاعي اللي تجي شابة بزاف و تجي اسفنجية. ان شاء الله هي ربي تعجبكم هذا الفيديو, تبعوا معايا لزانغريديون. So today I'm gonna be sharing with you guys how I make my cake, a sponge cake, which is easy to make. Just follow the ingredients with me. دونك هنايا المكونات, راح نحتاجو 5 بيضات, 110 غرام تاع السكر, 110 غرام تاع الفرينة, 40 غرام تاع لامايزينا, شوية تاع الملح, مغرفة كبيرة تاع لافانيون بودغ, تقدروا تستعملوا لافاني ليكيد, و 50 غرام تاع الزبدة. وتاني نسيت 10 غرام تاع لا لوفور شيميك بيكينغ باودر. So for the ingredients you will need 5 medium eggs, 110 grams of sugar, 110 grams of flour, 40 grams of cornstarch, a pinch of salt, 1 tablespoon of vanilla, 50 grams of unsalted butter and 10 grams of baking powder. هنايا كيفاش نبدا ونسخنو شويه نتاع الماء, لازم يكون سخون مليح. نديرو فوقو هذيك لي زو, نخلطوهم بالملح لافاني والسكر. ابري على دافوي راح نفويتي لا ميكستور تاعنا, نخلطوها بالعقل بالعقل حتى تولي لنا هذه لا ميكستور سخونه. كي توشيوها بلي دوا تاعكم تولي سخونه. في هذيك لي طاب نحو الماء ومن بعد نجوزو ليتاب الجايه ان شاء الله. You will need some boiled hot water. We're gonna put on the top of the hot water the eggs, sugar, vanilla and salt. Keep stirring until you feel your mixture became warm in touch. هنايا تبدا لا دوزيام ايتاب. كي حسيتو بلي لا ميكستور تاعكم كانت سخونه, تنحيو الماء وتبداو تميكسيو بلو باتور, تميكسيو تري بيان حتى تولي لكم ثقيله وتخرج لكم كيما لا موس, تكون بيضه. دوك تشوفوا معايا كيفاش رايحه تخرج. سو وانس يو فيل يور ميكستور وارمين تاتش, you can take off the water and start mixing it with the hand mixer until you get a heavy and creamy texture. كي تشوفوا الخليط تاعكم ولا هكذا بيض كيما لاموس, هنايا حبسوا التخلاط. هنايا صفيت لا مايزينا تاعي, لا فارين ولا لوفور شيميك, بعد نزيدها على الخليط تاعي على ثلاث خطاط ونميلونجي بالعقل من التحت للفوق من التحت للفوق كما راح تشوفوني ندير هنايا. So once I sifted my flour, cornstarch and baking powder, I'm gonna add it to my mixture in 3 times and make sure to stir slowly from the bottom to the top as you see me doing here. هنايا ذوبت الزبدة تاعي, نخليها تبرد شوية ابري راح نزيدها على الخليط تاعي. هنايا كي بردت لكم الزبدة تاعكم تري بيان, ما تديروهاش ديريكت للخليط تاعكم سينو راح تحبط لكم لاموس.
ديروا هكذا كما درت انا هنايا، خذوا شويه منها خلطوها، ضبوا وحدها مع الزبده، بعد تقدروا تزيدوها. So now I'm gonna add my microwaved butter to my mixture. Make sure it's not too hot. انا هنايا ما رايحاش نستعمل امول كبير بصح راح ندير دو بيتيت جينواز، باسكو بهاد لا جينواز راح ندير ان لاير كيك يكون صغير. بصح نتوما تقدروا تستعملوا امول متوسط اوليو ديروا زوج هكذا. بعد ديروها على 165 درجه. You can cook your sponge cake at 250 degrees Fahrenheit for about 35 to 40 minutes. هنايا خلاص لا جينواز تاعي طابت، ان شاء الله يا ربي تعجبكم. J'espère qu'on te fait très bien les ingrédients ou les étapes de la recette. Comme vous pouvez le voir, c'est une sphingie et une chèvre bzef. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de vous dire les j'aime et de partager avec les amis. Je vous retrouve dans la vidéo prochaine. Je vais partager avec vous la recette de layer cake avec la génoise. ان شاء الله يا ربي نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو لي فرحكم، باي باي. As you see guys, my sponge cake is ready. It came out so soft and delicious. I hope you guys will like my today's recipe. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. Press the like button and turn on the notification bell for more videos. See you guys next time. Bye bye.